السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم النهارده. احنا مكملين معاكم مشاهدينا سلسله حلقاتنا عن الاهتمام بالبشره والجلد وفقره بشرتي، واللي بنناقش فيها كل حاجه تخص البشره والشعر والتجميل مع اكبر اساتذه الامراض الجلديه والتجميل. هنتكلم النهارده معاكم عن موضوع مهم، هو موضوع مشاكل الشعر. وطبعا مشاكل الشعر بتقابل ناس كتير، وهنعرف ازاي نعالج الشعر ونحميه من التساقط ومن الجفاف ومن حاجات كتير. برحب بضيفتنا دكتوره مي السماحي، استاذ ورئيس قسم الامراض الجلديه جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. موضوع الشعر طبعا مهم جدا، والموضوع ده بيهم ناس كتير، رجاله وستات واطفال، كلنا داخلين في دايره الاهتمام بالشعر. وممكن نكون في الفتره الاخيره لاحظنا مشاكل متزايده في موضوع الشعر. تمام. هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، الشعر يعتبر تاج للمرأة وللرجل وللأطفال ولكل شخص، يعني الحقيقة بيهتم بمظهره بيبقى نقطة اهتمام بالغة الاهتمام بالشعر. وللأسف في الفترة الأخيرة برضو زادت المشاكل بتاعة الشعر، لأنه بنتعرض لأسباب خارجية ممكن أنها تكون هي السبب في زيادة هذه المشاكل. في البداية أكتر مشكلة بتقابلنا هي مشكلة تساقط الشعر. وقبل ما نقول مشكلة تساقط الشعر، لابد أن احنا نتفق على حقيقة أن الشعر ده بيعدي في مرحلة زي ما نقول دورية، ليه دورة حياة. دورة الحياة دي بتاخد حوالي من 3 شهور ل 3 سنين. الشعر بتعدي بمراحل مختلفة للنمو، فطبيعي ان في خلال هذه الدوره اللي الشعريه بتعدي فيها بعض الشعرات بتقع. وسبحان الله ربنا عامل الدوره دي مش كل الشعر بيمشي فيها مره واحده، يعني جزء بيبقى في مرحله نمو وجزء بيبقى في مرحله تساقط وجزء في مرحله انبات. لان لو كان يعني لو تخيلنا للحظه ان الشعر كله بيمشي في دوره واحده، كنا نبقى بنعدي في مراحل كلنا ما عندناش شعر خالص، ومراحل اخرى فروة الرأس كلها مكسية. فطبيعي ان لما بيبقى في شعراية بتتعرض لهذه الدورة ان بتقع بعض الشعرات في خلال النمو العادي. الشعر اللي بيقع اللي مسموح به يوميا للتساقط بيبقى في حدود من 100 ل 150 شعراية، وهذا العدد قد يصل الى 300 بعد الاستحمام. فاذا احنا لو بنتكلم على الرينج ده، ده ما بيعتبرش نوع من انواع التساقط. بنعرفه ازاي او الشخص بيحس بالكلام ده ازاي؟ بانه بيراقب الطبيعه تساقط شعره العاديه. اذا لقى انها بتزيد عن النمو العادي بتاعها او عن المعدل الطبيعي بتاعها، ده اللي بيبقى فيه في الحاله دي مشكله. وفي الحاله دي لازم نلجا للطبيب علشان نشوف ايه سبب هذه المشكله. المشكله اللي كتير قوي بنلاقيها اللي هو التساقط اللي هو ناتج عن اللي بنسميه التالوجن، اللي هو التساقط والتناصر بتاع الشعر. يعني بساعات كتير قوي نبص نلاقي المريضه جايه العياده مجمعه الشعر في كيس نايلون او في كلينكس او مجمعاه كده، هو مجموعه من الشعر اللي وقع منها. او تيجي تقول ده بيقع مني على الارض، بيقع مني في الحمام، بيقع مني على المخده. ده في الحاله دي ممكن انها تبقى عدد كبير، دي بتبقى مشكله الحقيقه. ساعات في بعض الاختبارات بتتعمل ان احنا نتابع الكلام ده، يعني بيطلب من المريضه انها تسرح شعرها على فوطه بيضاء وتشوف عدد الشعرات اللي وقعت. الحقيقه انا لا افضل ولا انصح بهذا النظام او هذا الاختبار، لانه بيخلي المريضه في ضغط عصبي جامد جدا ومتابعه مركزه تركيز جامد جدا. والشعر من الحاجات اللي بتتاثر بالحاله النفسيه الى درجه كبيره قوي قوي قوي. يعني ثبت فعلا ان في مستقبلات لهرمونات معينه ليها علاقه بالتوتر وليها علاقه بنمو الشعر. يعني المفروض ان احنا ناخد الموضوع بهدوء اكتر، وخصوصا ان احنا عارفين ان دوره الحياه بتاعه الشعريه دي فتره طويله. فحتى لما بنمشي في علاج ما توقعش ان العلاج ياخد او يظهر نتائجه بعد اسبوع بعد اسبوعين، لا، احنا بنحتاج من 3 ل 6 شهور علشان الاقي نتيجه كويسه للعلاج. يبقى اذا ده اول مجموعه بنلاقيها في تساقط الشعر، اللي هو
سقوط فعلا بتاعه، وده بيبقى ليه اسباب كتيره جدا جدا، اهمها زي ما قلنا كده الضغط العصبي. ساعات مثلا حد في امتحانات، حد في تغيير شغل، حد في اي ضغوط من ضغوط الحياه، ممكن يبقى ده سبب قوي جدا من العوامل بتاعه تساقط الشعر. يعني العامل النفسي والضغوط النفسيه بتاثر على الجسم كله، بتاثر على الجسم كله وبالذات الجلد عامه والشعر خاصه. الحاجه الثانيه اللي ممكن تكون ساعات التغذيه الغير سليمه، وفي يعني انا بستغل وجودي في برنامج حضرتك الجميل ده ان احنا نقول ان التغذيه السليمه مهمه جدا للصحه العامه ولصحه الشعر بصفه خاصه من الصغر، لان ابتدينا برضو نلاقي في الفتره الاخيره تيجي امهات بالاطفال بيعانوا من مشكله تساقط الشعر في السن الصغير، كناش بنشوف الكلام ده زمان. يمكن دور اساسي للتغذيه السليمه بيلعب فيه، مهم قوي ان احنا ناخد او نعود طفلنا انه ياخد وجبه متكامله فيها البروتين وفيها السلطه وفيها الخضار وفيها الفيتامينات وفيها المعادن المختلفه، كل ده بيأثر بشكل قوي جدا جدا على الشعر. فيش مانع ابدا ان احنا نطلب من المريض بتاعنا نعمل تحليل نطمئن على ان ما يبقاش فيه الهيموجلوبين بتاعه، ما يبقاش فيه نسبه انيميا، اشوف الحديد اللي موجود في الدم، تيست كده اسمه فيريتين، لازم اشوف نسبه الفيريتين دي قد ايه، هل الجسم مخزون الحديد في الجسم معقول ولا محتاج ان احنا ندي علاج علشان نرفعه. ده جزء مهم قوي من مشاكل تساقط الشعر. الجزء الاخر بقى بيبقى جاي من انه في فراغات حصلت في فروه الشعر. هذه الفراغات قد تكون نتيجه لعامل وراثي اللي احنا بنسميه الصلع الوراثي، والكلمه دي مش عايزاها تخض البنات لانه الصلع الوراثي اللي هو في اللي بيحصل في السيدات مختلف تماما عن الصلع الوراثي اللي بيحصل في الرجال. ساعات بيسمعوا الكلمه دي وبتيجي تقول يعني انا هفقد شعري، يعني انا لا، سبحان الله، برضو ربنا عامل لنا مهما كانت الحالة متقدمة دايما بيبقى الخط الأمامي لمنبت الشعر موجود وبتحتفظ بيه المرأة، ما بيقعش إلا في حالات نادرة جدا جدا جدا، وبتبقى معناها إن في مشكلة عضوية لابد إن الطبيب يدور عليها ويفحصها، علشان الشعر ده عبارة عن مراية أو إنعكاس لحاجات كتيرة قوي قوي في الجسم. يعني دي النقطة التانية دي اللي هي بقى مرض، يعني بالظبط كده، دي كده خلاص مرض، مش مجرد ان شعر خفيف بالزبط. ولا شعر بيقع عادي، لا بالظبط. يعني مثال نبص على المبايض، لان ساعات بيبقى فيه حالات تكيسات المبايض مصحوبه بهذا النوع من التساقط. نبص على افرازات غدد معينه، ساعات برضو بنحب نطمئن على الغده الدرقيه. يبقى اذا في عوامل كتيرة في الجسم أو في أعضاء كتيرة في الجسم ممكن هي تبقى متأثرة وبالتالي تأثر على أو تبقى هي سبب في هذا التساقط. من ضمن الحاجات اللي برضو ممكن تعمل تساقط الشعر ده لو كانت حاجة محددة اللي احنا بنسميها الثعلبة، بنلاقيها سواء في الصغيرين أو في الكبار. الدور العامل النفسي برضو بيلعب دور مهم قوي، وبنبص نلاقي فراغات يا إما واحدة أو ممكن أكتر من واحدة موجودة في الشعر، ودي برضو بتحتاج لفحص معين وعلاجات محددة لمثل هذه الحالات. طيب معانا تليفون منار، أهلا بيكي. حضرتك ازيك يا استاذة دعاء؟ أهلا يا حبيبتي، والله أنا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يكرمك يا حبيبة قلبي، اتفضلي سؤال. لو سمحت، أنا لسه والدة بقالي 4 شهور، وبنتي من ساعة بوضع يعني، ومن ساعة ما بقيت أوضعها شعري بيقع كتير قوي. تمام يا حبيبتي، ربنا يخليها لك. الحمد لله على سلامتك. وهو طبيعي انه بعد الولادة واثناء الرضاعة الشعر بيبقى فيه نوع من انواع التساقط، وده جاي من ايه؟ جاي من ان اثناء الحمل الهرمونات بتاعه الحمل نفسها بيبقى ليها تاثير ايجابي جدا على الشعر. يعني الام تلاحظ ان فتره الحمل شعرها تحسن، طول، بقت كثافته احسن، تساقط ما بقاش موجود خالص، يعني الحاله بتاعه الشعر في وقت الحمل بتبقى كويسه جدا جدا. بعد كده بقى بعد الولاده الهرمونات دي بترجع للمعدل الطبيعي، فالتغير ده بيبقى ليه انعكاس على الشعر، يبتدي الشعر يقع مره واحده بكميه كبيره. ده طبيعي، وبنديله شويه علاجات بسيطه بتساعد على تحفيز وانبات بصيلات الشعر. العلاج ممكن ياخد زي ما اتفقنا من 3 ل6 شهور، وبيبقى ساعات مصحوب برضو بشويه فيتامينات او شويه مقويات للجسم
بيبقى بيجيب نتائج كويسه جدا. بس المهم ان احنا ما نقلقش في الفتره دي، ونبقى عارفين ان ده تغير ممكن يكون تغير طبيعي، عارفينه انه بيحصل في الفتره دي نتيجه التغيرات اللي حصلت في الهرمونات دي، ومع العلاجات البسيطه اللي بيبقى اساسها مواد لإنبات بصيلات الشعر بتبقى كويسة جدا وبتبقى مفيدة. مهم بس في الفترة دي ان احنا نستعمل برضو منتجات آمنة على الـ الأم. يعني في دلوقتي طرق جديدة أو حديثة للعلاج، مش زي زمان كله بالأدوية أو هو في أكتر من حاجة. كل ما بنستعمل أكتر من سلاح كل ما بيبقى النتيجة أفضل. يعني كان في فترات زمان كنا نقول نجرب وسيلة ثم نجرب الأخرى. لا، الحقيقة دلوقتي كل ما بتبقى الجهود متضافرة علشان نخبط في حاجة معينة كل ما النتيجة بتبقى أحسن. العلاج الموضعي لا غنى عنه، لا غنى عنه في البداية بالذات. في حاجات بتساعد جدا على إنبات بصيلات الشعر، وفي بيبقى دي بنستخدمها لفترات طويلة. يعني في بعض العلاجات اللي لابد ان انا انصح المريض انه يستعملها فترة طويلة، لان لو وقف في النص ممكن الشعر اللي طلع بيقع تاني. في بعض الناس ما بتبقاش متقبلة الفكرة دي، ان انا استعمل علاج لفترة طول عمري عليه، وان انا ابقى خايفة ان انا لو وقفته شعر يقع. لو لقينا او ساعات ممكن تبقى ظاهرة بعض المشاكل منه. عندنا دلوقتي في الاسواق الحمد لله كمية ادوية اخرى فيها مواد بتساعد على الإنبات من غير ما أبقى مضطرة استعملها طول عمري، فممكن إن احنا نلجأ إلى هذه الأدوية. في حاجات زي مواد معينة بتعمل إنبات لبصيلات الشعر، دي ممكن تبقى مفيدة وممكن تكون آمنة على الشعر. بالإضافة طبعا زي ما حضرتك عارفة استخدام الميزوثيرابي اللي هو عبارة عن زي فيتامينات وبرضو منشطات لبصيلات الشعر بقت موجودة نقدر نحقنها، او استخدام البلازما، تقنيه جميله جدا جدا بتسحب كميه من دم المريض وبتتعرض ل يعني بتتلف بطريقه معينه في سنتريفيوج، وبيتسحب منها جزء معين اللي هي الصفائح الدمويه اللي بتبقى غنيه بالمواد اللي بتعمل تنشيط لبصيلات الشعر، وبترجع تاني تتحقن في فروة الرأس زي بالظبط طريقة الميزوثيرابي. دي برضو من الوسائل الحديثة اللي أثبتت فعالية كويسة جدا جدا في المساعدة على الإنبات. اللي برضو من الوسائل الحديثة ظهرت بعض أنواع الليزر. ليزر بنسميه لو ليفل ليزر، ما هوش زي الليزر اللي احنا مثلا بنستخدمه لتصليح البشرة أو لإزالة الشعر اللي غير مرغوب فيه. لا، بعض الأنواع الأخرى اللي وجد إنها بتساعد على استثارة الشعر واستثارة بصيلات الشعر. فبنعمل كل الوسائل دي مع بعض علشان نوصل لنتيجة أفضل للعيان بتاعنا. لكن المهم إن احنا نبقى مفهمين المريض أو مفهمين المريضة إنه العلاج محتاج صبر، محتاج وقت، محتاج ان احنا لان زي ما اتفقنا دورة الشعر بتاخد وقت طويل، فعلى الاقل ما ننتظرش نتيجة قبل من 3 لـ6 شهور تقريبا. طيب هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. مشاهدينا على الهواء مباشرة ومكملين كلامنا طبعا عن الشعر، والشعر بيتأثر مع تقدم السن. تمام، هو الشعر زي الجلد بالظبط بيتأثر بالعمر وبيجيله نوع من أنواع الشيخوخة. بس شيخوخة الشعر مش بس مرتبطة باللون، يعني ناس عندها الاعتقاد إنه شيخوخة الشعر يبقى معناها على طول اللون الجراي او اللون الابيض بتاع الشعر. لكن مش ده الحاجه الوحيده. يعني زي ما بالظبط التقدم في السن بيأثر على البشره، بيأثر على الشعر، وبيأثر على فروه الشعر كمان. وبيبتدي ده ينعكس على اللون اللي هو بيبتدي الشعرايه تفقده شويه شويه، وكمان الملمس بتاع الشعرايه والبرودكشن بتاع الشعرايه او انتاج الشعرايه. ده بيبقى معناه انه كل ما بنتقدم في السن بنبقى متوقعين انه
القدرة البصيلات الشعر على انها تكون شعر جديد بتقل قوي قوي، ودي بتبقى بتبان على برضو فراغات في منطقة فروة الشعر ازيد كتير قوي قوي من السن الصغير. يعني بنتوقع ان احنا نلاقي اللون بيبتدي يبقى جراي، الشعر انباته وغزارته بتقل بشدة. ساعات كمان بعض مظاهر اللي هو الصلع الوراثي تبان كتير قوي قوي مع السن. بالنسبة للون اللي هو اللي بيبتدي الشعر يبيض، بيلاقوا انه من الحاجات اللي بتزود او يعني تسرع الحكاية دي التعرض لعوامل خارجية كتيرة جدا. يعني لقوا انه العوامل الخارجية بتأثر على اللون وبتأثر على البصيلة بتاعت الشعر بشكل جامد. زي ايه؟ زي التدخين. التدخين من ضمن العوامل بيأثر على الشعر، بيأثر على الشعر، بيأثر على الشعر ازاي؟ ان هو عارف حضرتك احنا دايما نقول بنحب ندي مواد ضد الاكسده، ضد الاكسده. لو ان التدخين بيعمل هذه المواد اللي بتأثر على الخلايا المسؤوله عن الصبغه والخلايا نفسها اللي بتعمل نوع من انواع الانبات للشعر، فبيبقى ليه تأثير مباشر مش بس على اللون إنما على الكاركتر نفسه بتاع الشعر، على المظهر نفسه بتاع الشعر. أبص ألاقي مع التقدم في السن ومع التعرض لهذه العوامل الشعرية بتفقد اللمعة بتاعتها، بتفقد اللاستر بتاعتها، تبتدي تتكسر، تبتدي تبقى شعرية هشة. كل ده بيبقى داخل فيه نوع من أنواع يعني المؤثرات الخارجية على الشعر. من ضمنها التعرض للشمس لكميات كبيرة. يعني سبحان الله الناس اللي بتبقى خايفة تقول الحجاب سبب من أسباب تساقط الشعر، وده طبعا مقولة ليس لها أي علاقة بالواقع. الحجاب ليس له أي علاقة بتساقط الشعر، وده مش كلامي لكن نتيجة أبحاث كتيرة قوي اتعملت لدراسة هذا العامل، ووجد انه ملهوش علاقه بتساقط الشعر، انما اللي ليه علاقه طريقه التعامل مع الشعر تحت الحجاب. للاسف بيبقى في بعض الناس بتهمل او معظم الناس بيهملوا التعامل مع شعرهم تحت الحجاب، بمعنى يا اما يتشد بطريقه زياده عن اللزوم. الشد ده غلط خالص لانه فعلا بيكسر الشعرايه، او يتعمل مثلا كذا طبقه، يتلبس كذا طبقه من الاشارفات ورا بعض، او الملمس بتاع او يعني النوعيه بتاعه الحجاب نفسه بتبقى فيها مواد مش حنينه على الشعر. يعني المفروض الاول قطن، يعني البنيه القطن وبعدين فوقيه. بالظبط احنا يعني ده اللي بننصح بيه، ان تبقى حاجه بنيه قطن الاول وتبقى طبقه واحده كفايه، مش لازم ان انا احط هرم كتير كبير قوي قوي من الطبقات فوق الشعر، ده بيبقى نوع من انواع الحمل على بصيلات الشعر. فده وجدوا انه التعرض للشمس لفترات طويله بيساعد على عجز الشعر، وابتدت شركات الادويه تستفيد من الكلام ده ان هم يحطوا في بعض المنتجات حاجات واقيه من زي بالظبط اللي بتتحط للبشره، يعني حاجات تحمي الشعريه نفسها من اشعه الشمس اللي قد تكون ضاره في بعض الاحوال، وابتدوا يحطوها في مستحضرات يا اما سبراي يتحط على الشعر يعملوا نوع من انواع التغليف فبيحميه تماما من كل هذه الاثار الضاره، او ساعات بيتحط في صوره شامبوهات. فاستفيد من الشامبو ان بيبقى فيه الماده اللي هي بتحميه من اشعه الشمس، وبتبقى في نفس الوقت فيها بعض المواد اللي بتطري الشعر. بنسمع كتير برضو يعني بعض الناس بتشتكي انه الشعر اصبح جاف، الشعر اصبح تالف، بيبقوا محتاجين مواد تتحط عليها زي كونديشنرز، زي ماسكات، تبقى فيها مواد معينه ملطفه للشعرايه، تبقى زي عامله غلاف حوالين الشعرايه بتهدي التلف ده وبتهدي ده، او بتهدي اكتر كمان. يعني لو احنا بصينا على التركيبه بتاعت الشعرايه نبص نلاقيها عامله زي ما يكون ثلاث حلقات ورا بعض. الحلقه الخارجيه خالص دي عباره عن خلايا متداخله، لو الخلايا المتداخله دي نايمه بصوره طبيعيه الشعرايه بيبقى شكلها حلو قوي، لكن بيبقى عليها زي شحنات كهربائيه بتبقى متنافره. دي بقى من ايه؟ من التعرض للعوامل الخارجيه. فايه اللي بيتحط في هذه المستحضرات؟ مواد معينه تخلي الشحنات دي ما تبقاش متنافره، بان انا اعمل الكود ده تهديها، فيبتدي تاخد الشكل اللي هو السابل الناعم اللطيف بتاع الشعر. طيب معانا تليفون. امل اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. ايوه حبيبتي عليكم السلام اتفضلي. كنت عايزه اسال الدكتوره، انا عندي كذا مشكله في شعري، انا محجبه الاول، كنت عملت صبغه
من فتره طويله، وبعد كده شعري بدا، هو شعري ناعم بدا ينشف، ودي مشكله بتقابلني يعني بقالها فتره يعني. تاني حاجه عندي قشر بيظهر في بدايه الشتاء بقى، بحس ان يعني افاجئ بيه مره واحده كده بدون مقدمات، وشعري بدا احس انه بيقع. انا يعني في فتره رضاعه برضو، بس برضو قبل فتره الرضاعه وقبل الحمل برضو كنت بلاحظ ان شعري بيقع، مع اني باخد فيتامينات يعني، انا برضو باخد فيتامينز. فمش عارفه ايه المشاكل دي كلها بقى يعني، الحل بتاعها ايه، وخصوصا ان انا دلوقتي عندي موضوع القشر ده والسقوط بتاع الشعر زاد اكتر. تمام. وشكرا. ماشي يا حبيبتي. طيب ناخدهم مشكله مشكله. التساقط زي ما اتفقنا بيبقى ليه اسباب، فلابد في البدايه ان احنا نحدد ايه نوع التساقط ده، ولازم نبقى عاملين سلسله من التحليلات علشان ما يبقاش فيه لا قدر الله غده كسلانه شويه، انيميا زياده شويه، مخزون الحديد في الجلد في الدم قليل شويه، فلابد ان احنا نفحص الحاله كلها على بعضها، ونفحص برضو فروه الشعر علشان نبقى واصلين ايه التشخيص بالظبط ليها. وندي العلاج مش بس فيتامينات، احنا زي ما اتفقنا في الاول بيبقى اكتر من عامل، ممكن ندي حقن عن طريق العضل، ممكن ندي حقن عن طريق الجلد، ممكن ندي المستحضرات اللي بتساعد على الانبات زي ما اتفقنا في الاول. فمشكله تساقط الشعر لابد ان احنا نشوف السبب فيها في الاول ونتابعها علشان نشوف الحكايه. بس طبيعي زي ما احنا اتفقنا في البدايه برضو ان مع فتره الرضاعه متوقع ان نسبه تساقط الشعر تبقى زياده، وبتبقى الفتره دي بتاعه الرضاعه، وبعد كده الامور بتبقى يعني ترجع لنصابها الطبيعي. الصبغه اللي هي بتسبب جفاف الشعر، احنا ما نقدرش نقول الناس بطلوا صبغه، لكن بنقول ان كل حاجه معقوله بتبقى مقبوله. يعني ساعات بيبقى في ناس بتبالغ في استخدام هذه الصبغات. احنا زي ما اتفقنا الشعرايه لو بصينا لها هنلاقيها زي ثلاث، زي ما قلت من شويه، ثلاث اسطوانات. الاسطوانه الداخليه بتاعتها دي اللي هي اللي بنسميها المظله، هي لابد انها تبقى سليمه. للاسف بعض الصبغات اللي بتبقى بالذات الحاجات البيرمننت بتكسر الطبقه الخارجيه وبتوصل للمظله دي. اول ما بتوصل لها اللون ده او الصبغه دي، فعلا الشعرايه بتتكسر، بتتلف من الصبغات المكرره. فاحنا بنقول لو هنستعمل صبغه بقدر الامكان نختار الصبغات اللي هي بتعمل غلاف خارجي، والصبغات اللي بتبقى موجوده كغلاف خارجي للشعرايه دي بتبقى موجوده في شكل شامبوهات اكتر. صحيح اللون بيقعد فتره صغيره وبيروح، لكن بتبقى اكثر امانا، يحافظ اكتر على الشعر. بالظبط. لو احنا مش عايزين كده وعايزين لون مستقر شويه، يبقى ممكن نستخدم اي نوع من الصبغات الاخرى، بس خلينا بقى ايه، ما يبقاش بنستعجل في اننا نشيل اللون. يعني اللي بيحصل ايه، ان بعض الناس صبغت شعرها ما عجبهاش اللون، تروح تاني يوم تشيله نحط واحد تاني، كل ده بيعمل نوع من الاتلاف للشعرايه جدا. فده محتاج ان احنا نهدى في حكايه الصبغه دي. واذا كان برضو نستخدم، اذا اضطرينا ان احنا نعملها، يبقى بنستخدم الشامبوهات اللي فيها نسبه معينه من المواد اللي بتطري الشعرايه او اللي بتعمل غلاف حوالين الشعرايه. مفيش مشكله ابدا ان احنا نعمل ماسكات برضو فيها هذه المواد، او الكونديشنرز اللي بتعمل زي غلاف حوالين الشعرايه بحيث ان هو يهدي النشفان اللي موجود ده. طيب نسأل شويه من اسئله صفحتنا. لطيفه بتقول بشرتي جافه وفيها احمرار وخشنه، اعمل ايه؟ ساعات لما بنتعرض للشتاء، الميه السخنه، العوامل الخارجيه دي، بيبقى فيه فعلا جفاف للبشره. لابد ان احنا ناخد الموضوع من اكتر من ناحيه. الناحيه الداخليه انه اوصيها بشرب الميه، سلطه والخضار والفاكهه، دول من الحاجات الاساسيه اللي بتحافظ على نضاره البشره، فلابد ان احنا نهتم بيهم. بالاضافه الى وضع المرطبات، المرطبات اللي بتتحط على الجلد ما هياش رفاهيه، لان دي بتحافظ على اللي احنا بنسميه البارير، اللي هو اللي بيحمينا. سبحان الله، الجلد ده طبقه بتغطي الجسم كله، وهي خط الدفاع الاول للبني ادم، بيحميه من كل العوامل الخارجيه. فلابد ان هذا الخط الدفاعي الاول يكون في حاله صحيه سليمه تماما. بنحافظ عليه باستخدام ترطيب مرطبات مناسبه للبشره، فيها كوليسترول، فيها سكوالين، فيها بعض المواد اللي بتخلي البشره تبقى دايما محافظه على رونقها. طيب معانا سمر. اهلا يا سمر.
السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي انا برحب بالدكتوره الاول. يا اهلا وسهلا. لو سمحتي دلوقتي انا عندي 47 سنه وشعري بيتساقط، مش بيتساقط يعني خف جدا، كنت بستحمى كل يوم، بس طبعا كنت يوم ما كنتش بغسله على طول باستمرار، بس كنت بشطفه يعني، بس مش عارفه اعمل ايه. هل ما عدتش اشطف لان ظهر في قشر شعري قشره، مش عارفه اعمل ايه يعني. هل طب وبعد وايديا نفس الحكايه فيها خشنه، فانا مش عارفه استخدم كريم ايه للايدين، وفي نفس الوقت مش عارفه استخدم ايه لشعري، اعمل له ايه، احط له كريم ايه من المستحضرات الموجوده في اليومين دول، اللي هي مثلا زي اللي هي الكريم ايه، زيت ايفا ولا دي ولا الحاجات دي، يعني انا مش عارفه استخدم له ايه، كريم ولا زيت ولا كده يعني. تمام. طيب احنا في البدايه زي ما اتفقنا التساقط لابد ان احنا نعرف سببه، لازم يتشخص ولازم يتعالج بالطريقه المناسبه ليه. يعني في البدايه لازم الاول نحدد ايه نوع التساقط ده ونحدد علاجه، سواء بالحاجات الموضعيه او اذا احتاجنا حقن، اذا احتاجنا جلسات بلازما، اذا احتاجنا على حسب الحاله يعني. يعني لابد الاول من التشخيص. القشره في منها اكتر من نوع، في ساعات بتبقى قشره جافه، والقشره الجافه دي بتبقى دليل على بعض الامراض المعينه، وفي ساعات بتبقى قشره دهنيه. في بعض انواع من الشامبوهات اللي بتستخدم بتعالج سواء القشره الدهنيه او القشره الجافه، فيبقى برضو لازم ان احنا نفحص هذه القشور علشان نبقى عارفين العلاج والشامبو المناسب ليها ايه. لكن استخدام الشامبوهات اللي هي بتعالج القشره اللي هي الحاجات الغير طبيه بتقلل لكن مش ده العلاج السليم. لابد ان احنا نحدد الاول طبيعه القشره دي ايه، لان طبعا دي بتاثر على الشعر وممكن قد تكون سبب في التساقط. فلابد ان احنا نشوف القشره دي طبيعتها ايه وندي لها الشامبو المناسب ليها، وده بيتحسن جدا جدا بعد الاستخدام. الجفاف بقى سواء كان بالنسبه للشعر زي ما اتفقنا ممكن نستعمل حمامات كريم معينه، او نستعمل بعض الكريمات اللي هي بتعمل الترطيب، بس بنحب دايما ننبه برضو ان الحاجات دي بتتحط على اطراف الشعر مش على فروه الراس. يعني بالظبط، لان في بعض الناس بتعتقد ان هو لما بيحط زيت او بيحط كريمات او بيحط كذا ويدعك في فروه الشعره، دي بيعمل نوع من التغذيه. تغذيه الشعر يا جماعه بتيجي دايما من الداخل. يعني انا عشان اغذي الشعرايه دي لابد ان الغذاء ده يوصلها عن طريق الدم، وده بيحصل يا اما عن طريق حاجه بتتاخد عن طريق الفم سواء الفيتامينات او المواد او الاكل او الكلام ده، او عن طريق الحقن فيها بقى، ان انا اوصل لها الماده اللي انا عايزاها بطريقه مباشره. انما الحاجات الخارجيه دي مجرد انها بتدي نوع من انواع الليونه للشعر، فدي مجرد ان انا لما احطها على اطراف الشعر الخارجيه وابعد بيها. يا اما بقى لما بيتحط الكلام ده زيوت بالذات على فروه الشعر، وبالذات بنشوف الكلام ده في الصغيرين بيبقوا عايزين ان هم يغذوا ونحط بقى زيوت كتير، ابص الاقي الزيت ده بيجي على الجبهه ويبتدي يدخلوهم في حب شباب بصوره مبكره جدا. معانا نور، اهلا يا نور. الو، ازيك يا رعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي يا دكتورة، أنا عندي 24 سنة ومن فترة كانت عندي حبوب في وشي وسابت أثر، وبعد كده عملت حفر، بس الحفر مش واخدة مكان كبير أوي في وشي يعني. كويس. فأنا كنت عايزة حل غير الليزر، لأن هي مش محتاجة ليزر، أنا عايزة حل اللي هو مثلا لو كريم هيعالجها بنسبة 60-70%، بس بعيد عن التدخل الجراحي. تمام. ومعلش في سؤال تاني. انا شعري كويس يعني مش بيسقط ولا حاجه، بس انا عايزه اتقله، هو مش تقيل هو خفيف شويه، انا عايزه حاجه بس اتقله، بس برضه بعيد عن الحاجات الجراحيه، بعيد عن الحقن يعني والحاجات دي. ماشي. تمام. بالنسبه لحب الشباب اللي هو واضح ان هو كان موجود وساب شويه اثار، ده بيبقى فيه اكتر من حاجه للتحسن الكلام ده، طبعا بتبقى برضو على حسب درجه الحفره اللي متسابه او درجه الاثر اللي موجود، لان حب الشباب قد يترك لنا حاجه من اتنين، يا اما فعلا ندبه موجوده يا اما لون.
لو في لون بيبقى في بعض الكريمات اللي بتساعدنا على ان اللون ده يتحسن، ولو يعني الاستجابه كانت ضعيفه بنعمل بعض انواع التقشير الكيميائي اللي ما فيهوش ولا جراحه ولا في اي حاجه، بتبقى مجرد ماسكات بتتحط على الوش او طرق معينه كده لعمل التقشير الكيميائي، بتحسن كتير قوي قوي الكلام ده. الندبات بقى لو برضو الليزر ما هوش حاجة جراحية، الليزر ده بالذات اللي هو اللي بنسميه الفراكشنال أو الليزر التجزيئي، ده بيبقى عبارة عن زي جلسات كده بتتعمل، صحيح بعد يعني العيانة بتقعد لها مثلا يومين ثلاثة في البيت بعيدة عن الشمس، بعيدة عن أي تعرض لحاجات خارجية علشان أدي فرصة إن الجلد يكون طبقاته بطريقة سليمة. لكن حتى لو مش عايزين نعمل ليزر عندنا في حاجات تانية أخرى، حاجة اسمها ديرما رولر وديرما بان، بتبقى زي آلة بسيطة كده بيتعمل بيها نوع من أنواع النبش في الجلد خفيف كده بيساعد على تنشيط الكولاجين فيه، فإن شاء الله الحل موجود ما فيهوش أي مشكلة وبعيد عن الجراحة ما تقلقيش. بالنسبة بقى لزيادة كثافة الشعر، في حاجات مستحضرات كتيره قوي قوي موجوده في السوق بتشمل مواد معينه بتساعد على الانبات، والحاجات دي امنه وبسيطه وممكن نستعملها لفتره من 6 شهور الى سنه وبتدينا نتائج جميله جدا في مساعده الانبات على للشعر. طيب احنا هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدينا. مباشرة دكتورة مي عندنا أسئلة على صفحتنا، ناخد كده كام سؤال. ليديا بتقول، بتسأل برضو على الشعر، بتقول شعرها مش بيطول من وقت ما اتجوزت بقى لها 10 شهور، عندها مشاكل كتير في شعرها وفي بشرتها، بتظهر حبوب كتير. طيب هو احنا عايزين برضو نتفق على حكاية طول الشعر، لان ساعات ناس كتيرة قوي بتبقى متخيلة انها بعد ما تاخد علاج شعرها هيوصل لركبتها او لكده. احنا لازم نكون متفقين ان طول الشعر ده عامل بالظبط زي طول البني ادم، زي لون عينيه، زي لون بشرته، دي حاجة في الخلقة، يعني ربنا خلق كده، خلق طول الشعرية كده. زي ما اتكلمنا في الأول قلنا الشعر بيبقى فيه 3 مراحل، مراحل نمو اللي بنسميها الأناجين، وبعد كده بيبقى فيه فترة بيبقى راستنج فيها وبعدين بيبقى بتسقط الشعرية. الأناجين ده بيختلف من شخص لشخص ومن كمان شعب لشعب، يعني في بعض البلاد عندهم المرحلة دي أو الأناجين بتاعهم ده طويل جدا، زي مثلا الهنود، دي طبيعة ربنا خلقهم كده، جيناتهم كده، ربنا خلقهم كده. فمهما كان دول يعني خلاص خلقة ربنا، كل واحد ما يتوقعش انه نسبة الطول هتبقى ازيد من اللزوم. انما بيبقى في ساعات بعض المستحضرات اللي بتساعد على انبات الشعر بطريقة معينة ممكن تعملي نوع من انواع التطويل، بس برضو محتاجة صبر شوية. ممكن بعض انواع الميزوثيرابي او البلازما بيساعد برضو على التطويل، برضو محتاج انه بيختلف من شخص لشخص في الاستجابه بتاعته. لكن هو اللي انا بس عايزه اوصله انه دي بتختلف زي بالظبط واحد طويل واحد رفيع كده اهو. طيب معانا اخر تليفون، استاذ مروان اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل، اهلا بحضرتك. تحياتي للدكتوره. اهلا وسهلا. ولا عايز اسالها بعد حضرتك، يعني مراكز التجميل اللي بتبقى خاصه يعني بالعنايه بالمراه، يعني خصوصا لما الكوافيرات بتستخدم في فرد الشعر، يعني المستحضر بيبقى داخل في مكوناته الفورمالين والصودا الكاوية. تمام. دي لها تاثير يعني على تساقط الشعر او وتقصيفه حضرتك. تمام. أشكرك على المداخلة المهمة دي والله يا فندم، لأنه هي زي ما احنا اتفقنا في الأول الشعراية لما وصفتها بأنها زي الأسطوانة، وإحنا عايزين نحافظ على الكور الداخلي ده. فللأسف إن في بعض المواد بتدخل تكسر الشعراية، من ضمنها أدينا سامعين عن الكيراتين، البروتين، كولاجين، بوتوكس، كل هذه المواد اللي بنجري وراها علشان تفرد الشعراية. هي في الواقع المفروض إنها زي جزيئات بروتين خارجية بتتحط على الشعر، لكن للأسف بيبقى فيها علشان تثبت على الشعراية، البروتين اللي موجود ده عشان يثبت على الشعراية لازم له مواد معينة تمسكه تكسر البوندز أو الروابط اللي موجودة بين كمية الشعر نفسها. المادة اللي بتمسك دي
غالبا بتبقى فورمالدهايد، فورمالين، والفورمالين ده من المواد المضره جدا للجسم وللبشره وللشعر وللرئه ولكل حاجه، مضره للمستخدم للكوافير ومضره للشخص اللي بيعملهم. اول ما نزل الكيراتين كان نسبه الفورمالين، يعني يمكن الناس اللي كان بتعمل ما تبقاش قادره تبقى تقف مع الكوافير من كتر ما الفيومز بتاعته جامده جدا، وده مضر الى اقصى درجه زي ما بقول، مش بس للشعرايه لكن للشخص نفسه لصحته. ابتدت النسب دي تقل بنسبه كبيره خالص خالص، لكن ما زالت موجوده للاسف. الضرر بيقل، الضرر بتاعها على الشعرايه بيقل لكن ما زال موجود. طب هنوظفه ازاي؟ هنستخدمه ازاي؟ هنستخدمه ولا ما نستخدموش؟ اولا لابد ان احنا نستخدم حاجه فيها اقل ما يمكن من نسبه الفورمالين. ابتدى دلوقتي يظهر في السوق حاجه اسمها نانو كيراتين، عباره عن بارتكل صغيره جدا جدا بحيث انها ما تحتاجش نسبه كبيره قوي من الفورمالين موجوده. دي تعتبر الى حد ما امنه، لكن يعني دي مسموح بيها الى حد ما. ابعد خالص عن الحاجات اللي فيها فورمالين لان دي مضره، دي من ناحيه. من ناحيه تانية استعمله امتى؟ ساعات بيجي لنا ناس مجرد ويف بسيطه في شعرها، لا لو انا استعملت البروتين والكلام ده وانا شعري مش محتاج، البروتين ده بيبقى عامل زي ما يكون غلاف ناشف على الشعرايه، هيضر الشعر مش هيفيده. يعني هي يبقى شعرها كويس في البدايه وعامله دي عشان تخليه بقى احسن، تلاقي شعرها بقى انشف واتبهدل والتلفة والشعر بدا يتساقط، فده مش مظبوط. انما لو مثلا جايه عروسه وخلاص هتتجوز ولقينا ان شعرها من النوع اللي فيه كيرلز كتيره جدا جدا والحكايه مش هتبقى مناسبه بالنسبه لها، لو عملته للمره في هذه المناسبه مفيش مشكله، بس ان احنا نستخدم برضو حاجه تبقى نسبه الفورمالين اللي فيها قليله جدا جدا. يبقى احنا هنستعمل، نختار الماده اللي احنا عايزين نستعملها بمره يعني عنده لزوم بس كده، ويستعملها بس الشخص اللي فعلا عنده احتياج ليها. انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي خدناها النهارده عن الشعر في حلقتنا. ميرسي، شكرا يا دكتوره مي، نورتينا حبيبتي. ميرسي قوي قوي، انا سعيده جدا جدا بتواجدي مع حضرتك. شكرا يا حبيبه قلبي، شكرا لحضرتك.